ولاية الحمرة تنظم ندوة ثقافية ضمن الاحتفال بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية بالتعاون مع المنتدى الأدبي تحت عنوان ولاية الحمرة الإنسان والمكان. تفاصيل أكثر مباشرة إلى زميلنا خميس العبري. خميس مساء الخير وتفضل. يسعد الله مساك أخي عوض، ومساء الخير لمستمعينا الكرام. وجهود كبيرة مقدرة للجنة الأهلية واللجنة العلمية وباقي اللجان المشكلة لهذه الندوة الثقافية التي تعنى بتراث وتاريخ ولاية الحمرة. هذا التاريخ وهذا التراث الضاربين في القدم. عموما يعني هناك استذكرة، طبعا الرعاية ستكون تحت رعاية معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة، وكما أشرت أخي عوض هي طبعا تأتي بالتزامن والتعاون مع المنتدى الأدبي الأخ فاضل حمد بن محسن العبري رئيس اللجنة المعلومة للحديث عن هذا الموضوع. أخي حمد سعد الله مساك، أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله، مساك الله بالخير مساك الخميس. نتحدث مباشرة إذن عن هذه الندوة وأهميتها، وكيف جت فكرتها أولا؟ أول شيء الحقيقة لكم أستاذ خميس والقائمين ببرنامج رحاب النساء، وحقيقة البداية كانت في يونيو 2014، كانت بداية مبكرة. كان الإخوة يرادوا أن يقوموا بها بمثل جمع أو توثيق تاريخ في الحمرة، وكان أول اجتماع في مكتب سعادة عضو مجلس الشورى، وكان هو في ذلك الفكر في ذلك تلك الفترة يفكر أنه يترك مجلس الشورى، وأراد أن يكون هذه الندوة هي نهاية فترته. نعم، اجتمعوا ونسقوا، ثم بعد ذلك تجددت أفكار أخرى بدخول المباركة من وزارة التراث، وبالتالي انتقل الموضوع إلى المنتدى الأدبي، وصار التنسيق منذ تلك الفترة حتى يومنا هذا، وبإذن الله في 28 و29 يومين منذ يونيو وحتى اليوم لتاريخ الحمراء، بداية ما قبل الإسلام ونهاية بالعهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة أبقاه الله ورعاه. إذن جملة ليس لا نقول فردية، وإنما هي عملية منظمة، يعني تجمعت وأصبحت الآن جاهزة لهذه الندوة الثقافية التاريخية لولاية الحمراء. أخي حمد، نتحدث عن أبرز المحاور التي ستكون عليها. حقيقة الأستاذ خميس، أنا بغيت أخص البرنامج أيضا رحاب المساء بالكتيب أو بمحتوى الكتيب اللي يعد لهذه الندوة. حقيقة لو بدأنا نحن نتكلم عن المحاور، فهي عبارة عن أربعة محاور تتحدث عن في أوراقها عن ولاية الحمراء، إرث جيولوجي وبعد جغرافي ومقومات حياة. وأيضا في الورقة الثانية وتكلم الآن عن اليوم الأول اللي هو في يوم 28 أكتوبر. الورقة الثانية سوف تكون حول التخطيط العمراني لحالة الحمراء، أنماطه ومميزاته. وفي اليوم الثاني سيكون يوم الخميس 29 أكتوبر سوف تكون ثلاث ورقات في الجلسة الأولى وأربع ورقات في الجلسة الثانية. ففي الورقة الأولى سوف يتحدث الباحث عن الدافع الاجتماعي والسياسي لنشأة المدن العمانية، بلدة الحمراء نموذجا. وفي الوفاء سوف تأخذ جهة القيم الاجتماعية في ولاية الحمراء من حيث العادات والتقاليد والحرف والصناعات التقليدية. في الورقة الثالثة ستتحدث عن الحمراء في عيون تحدث وتكلم عنها، وستكون المحاضرات شيقة بإذن الله. أيضا في بخصوص الورقة أو الجلسة الثانية ستكون فيها أربع ورقات تتعلق الأولى بعلماء الدولة البوسعيدية، والثانية علماء الحمراء في عهد الدولة العاربة، وفي الثالثة الجلسة الورقة الثالثة ستكون المدارس العلمية بولاية الحمراء، وأخيرا ولاية الحمراء جوانب التنمية البشرية. طبعا وستكون هذه في
فيما يتعلق بإحصائيات متعلقة بعصر النهضة. طيب ومقدر أخي حمد، ولكن بقى سؤال، يعني كوكب من المثقفين من حملة الشهادات العليا تجميعهم ربما نقول، وأيضا أن يساهموا في مثل هذه أوراق العمل من خلال يومي الندوة. وحقيقة أن ولاية الحمراء غنية بمثل هؤلاء المثقفين. كانت المرحلة الأولى هي عبارة عن عمل مسابقة لعمل ورقة للبحوث وطرحها، اللي هي حاضر العمل وطرحها من المثقفين والأدباء، إلى أن اختيرت تسعة موضوعات التي ذكرتها الآن. نعم. طيب، وجهد مبارك في التقوش الأخيرة أخي حمد، تفضل. حكم الله. الحقيقة ما أود قوله هو إن الحمراء غنية بتاريخها منذ قبل الإسلام وإلى الآن، وأدعو الإخوة المستمعين والإخوة الذين يريدون أن يتثقفوا عن تاريخ الحمراء، أدعوهم خلال هذا اليومين أن يقوموا بحضور هذه المحاضرات ويستمعوا ويناقشوا هذه المحاور، على أساس أن تكون هناك إثراء في المحاضرات بإذن الله. وستكون لنا أيضا متابعة ولن لفيقة، أيضا سيكون هناك معرض مصاحب ربما يكون قبل افتتاح هذه الندوة. جهود كبيرة، جهود مقدرة أخي أحمد بن محسن العبري رئيس اللجنة الإعلامية لهذه الندوة الثقافية التي ستقام إن شاء الله الأسبوع المقبل. كل الشكر لك، وشكرا لجهود اللجان الأخرى في من خلال يعني تنفيذ مختلف الفعاليات في هذه الندوة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. وكما تابعنا أخي عوض، إن شاء الله ستكون لنا متابعة لهذه الفعالية الثقافية بإذن الله. شكرا لك.